جزاكم الله خيرا. يقول في حديث في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في منامه المسيح الدجال جعد الرأس أعور العين اليمنى أشبه من رأيت به ابن قطن، فسألت من هذا؟ فقال والمسيح الدجال. وسؤالي من ابن قطن هذا؟ دون مأذورين جزاكم الله خيرا. أنا لا أعرف هذا الحديث ولا أعلمه.